waxaad noolaanaysaa waa waqti yar. Waqtiga yare aad noolaanayso qof mu'min oo miyir qaba noqo. Haddaad diiddo waad eedi doontaa. Eedaad eedana waxaa kuugu horeysa habeenka ama waqtiga aad dunida ka hoyanayso ee aad dhiman doonto ayaa xaalkaagu khatar geli karaa. Ilaahay markaad la kulanta iyo qabrigaad khatar geli kartaa. Marka inta aad nooshahay wax badan iska hagaaji. ابن القيم رحمه الله وحير أفر ركني بي أخلاق ذو لاضح أفر لغوط بي كتاقنت أخلاق ذو ناكسن أفر تاء الدين متكم ده الدين لوايو قفكو أخلاق ذو أمت غصيص أفر تي إنك بضم مشيخو كلمديه أدن بي بي كتشرين وتلمامي مدكو وادو حوي الصبر وينو قفكو أتكيسي يد القاد لي وينو قفكو حاران تكصبراه يا معاصي يا حمان تنفت هذا إن أتكجو يسو وقف معنا لين نقطة كصبرته وإن أتكصبرته قضها يا قدر كإلهي الدنيا ذا وحبال اللي قدره يا أنت نوش إلهي وحبو قدره يا قاتش إيمانيس جيري با إيمانيس بكتا إيمانيس حنون با إيمانية ديرك با إيمانيس بقدين با وحيا بها إيمانية يا قرشها يا قدر كإلهي وإن أتكصبرته وإناد كوسا برتا ضاع عدا يا عبادة عدا دونك أوتاي إلهيك وأدون صدي وإناد عبادة وأد كيستا أوسا برتا والتي ما ضاي كنت قديش يا سكاديكتا أداد إناد إلهي عابد النفي الشيطان بعد عابدس ابن قيم وحيري هربوا نونيديس هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان dadka qaar ba waxay ka yaaceen adoonimada Ilaahay uu abuuray nafiyo sheeydaan baa lagu salida ya ciday istaagi mees sabirka iyo qodobka labaad oo ah dhowrsanaanta qofku inuu dhowrsanaado nadiif noqdo qof mu'min oo nadiif inaad dhowrsan oo dhaqankaaga hadalkaaga socodkaaga macaamilkaaga aqiidadaada noloshaadu qof hufan oo nadiif inaad ووسكه الدنيا ده يا اخلاق ده حن عاد اسك الى اليسو iyo waxyaabaha diinta ay dadnimadaada wax yeelay nadiif inaad noqoto shajaaca iyo geesinimo waa adinka saddexaad ee ku taaganta weena diintaada geesi ku tahay oo xaq geesi ku tahay oo shariicada geesi ku tahay oo diinta ka run sheegaysa khudil kitaba biquwa siddadnima iyo diin leena diintaada u qabsato وأن قف لي تو ضعيف هذا الدين هذا وقبسن إلهي كوكر صنته رسولك كوكر صنته كتابك كوكر صنته شريعة كوكر صنته هذا قاعد تأين عيد كاب السرير داد مؤمن عدالة وين لقاهلا نفط هذا وعدالة سنة والد كولال كأهل كأمضة إسلام كدرس كعدالة وين لقاهلا خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين إن لكل دين خلق دين ولبا وحي لا ذا هي أخلاق بيا كما دبعانا وخلق الإسلام الحياة إسلام كأخلاق دي سا وعجبت بدني وحشوتك إلا حشوضه ماشي إن حشوت كما لين وار كيسان يحالة دي نسيديته الله إنها قاتشو إلا حشوضه وقفك حشوتك وآد بأكي مبنية واللو قد داله من لا حياء له لا دين له بنبي صلى الله عليه وسلم حديث كروايات كيسو كميتا ابن ماجة مورينا قفان حشوط لهين دين مالي ابن نبي عليه الصلاة والسلام مركا خلاق دينا عن وحبدا بدلنا مريهنا تمهنا انتفافلا محام كويلا هذا شان لذا اللو دي دي الله فلين كوارد فورة لغا حيري مريها وضا دل دلالة اسكا أرورو يضبكو قابو اسكا قبعابا اما مساحات لاركو هكاديك تيسكسي وحاين لوحوكو انفع ما تعورة دي ما استرويس مسلم باتهاي انتماهن رسلياش اتقو اسكسو هاجاتي اخلاق دينان هاجاتينو الهي اخلاق دينا هاجاتيو الهي اخلاق دينا هاجاتيو الهي اخلاق دو ناكسن هينو هاجاتيو شيخنا الله كابال مريو انقنا الله هينو انفعو جزاكم الله خير